نوعين أساسيين من غيبوبة السكر. النوع الأولاني من غيبوبة السكر اللي هو بينتج عن ارتفاع مستوى السكر في الدم عن النسبة الطبيعية، وغالبا يشعر المريض قبل الغيبوبة بعطش شديد جدا، يشعر بجفاف في الفم نتيجة فقد كمية كبيرة من المياه. المشكلة الرئيسية تكمن في هذه النوع من الغيبوبة أن الدم يصبح أكثر سخانة وأقل سيولة، مما قد يؤدي إلى تكوين جلطات، وهذه الجلطات قد تحدث في أي عضو من أعضاء الجسم زي القلب زي العقل زي الكلى أو أي عضو آخر، مما يؤدي إلى تلف هذا العضو لعدم وصول الدم إليه نتيجة الجلطة، وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى الوفاة. أما النوع الثاني من الغيبوبة السكر هي الغيبوبة الناتجة عن انخفاض مستوى السكر في الدم. انخفاض مستوى السكر في الدم يؤدي إلى غيبوبة، ولكن أعراضها تختلف. يبتدي يحصل ضمور في الجهاز العصبي. الضمور في الجهاز العصبي ده تظهر أعراضه على شكل عصبية غير مبررة، anxiety. يبتدي يشعر بزيادة في نبضات القلب، يبتدي يحس بعرق شديد، يعرق بكميات كبيرة مش طبيعية. دي أعراض انخفاض مستوى السكر. بيظهر كمان على بعض المرضى ان لسانه بيحس ان هو تقل ومش عارف يتكلم، ده من اعراض هبوط السكر، وبعديها ممكن البيشنت ده يخش في كوما او في غيبوبه. خطوره غيبوبه السكر المنخفض ان لو المغمى عليه ظل او فضل اكتر من 45 دقيقه مغمى عليه من غير ما ياخد الاسعافات بتاعته، ممكن يؤدي الى ضمور كامل في المخ، وبالتالي ما بنقدرش نعمل له إعادة أو نعمل له نركبه على جهاز التنفس الصناعي عشان نعيده للحياة أو نحاول نعيده للحياة. يحصل موت إكلينيكي للمخ. بالنسبة للإسعافات الأولية اللي أنا ممكن أعملها للمريض غيبوبة السكر، لو قدرت أوفر حقنة جلوكاجون من الصيدلية موجودة متوفرة هديها له. هدي الحقنة تحت في عضل، سهلة جدا، ممكن أديها له ترفع له مستوى السكر في الدم. لو الحقنة دي مش متوفرة ممكن أوفر له كمية سكر دي على شكل نص معلقة عسل أو معلقة عسل، بديها له شوية بشوية على الخد من جوه أو في البطن والفم من الداخل، بحيث إن هو ما يحصلوش أي نوع من الاختناق أو الشرقة نتيجة إن أنا بحاول أسقي حاجة فيها سكر. بالنسبة لمريض السكر اللي عنده ارتفاع واستيرو بلاد جلوكوز أو مستوى السكر في الدم ولقيته أعلى من 600، يبقى الغيبوبة دي ناتجة عن ارتفاع مستوى السكر في الدم، وبالتالي انا ممكن الحق البيشنت ده عن طريق ان انا اعلق له محاليل، وسبب تعليق المحاليل ان انا اعوض له كميه الميه اللي فقدها اثناء التبول في العطش الشديد اللي حصل له، عشان امنع حدوث اي جلطات ممكن تنشا عن فقد كميه المياه الكبيره دي. ودي تعتبر اسعافات اوليه بعض الناس هيعرف يستخدمها، اللي مش هيعرف يستخدمها يحاول يلجا لاقرب صيدلي او اقرب وحده علاجيه ياخد فيها الاسعافات دي.